أسدل الستار ليلة أمس على الطبعة التاسعة لمهرجان العربي للمسرح بدار الثقافة عبد الرحمن كاكي بمستغانم بحضور وزير الثقافة عز الدين مهوبي وشخصيات سياسية وأعضاء من الهيئة العربية يتقدمهم أمين العام للهيئة الدكتور إسماعيل عبد الله. وزير الثقافة بهذه المناسبة ثمن هذه الدورة: لا يملك فكل فلكل شيء بداية ولكل شيء نهاية، وعزاؤنا في الهيئة العربية للمسرح وعزاؤنا كمشاركين في تاسعة دورات مهرجان المسرح العربي أن هذه اللحظة نهاية هذه الدورة هي بداية لطريق أرحب يجمعنا مع الجزائر والجزائريين، طريق حبلى بالانتظارات. وأعتقد أن هذه الدورة كانت ناجحة بامتياز، ناجحة من حيث الحضور، من حيث النوعية، ومن حيث المشاركة، ومن حيث التفاعل الذي تابعناه من خلال تغطيات وسائل الإعلام. فعلا لقد تميزت هذه الدورة، لقد تميزت بأنها جاءت في جو من الحرية والسجالات النقدية المتميزة. جائزة السلطان محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي والمقدرة $25,000 كانت من نصيب مسرحية خريف من المغرب من تأليف وإخراج الأختين فاطمة وأسماء هوري. وكما قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الدكتور إسماعيل عبد الله، وهران ورطت الدورات اللاحقة حيث ستكون الوجهة العام المقبل الجارة تونس.